مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل الاهلاويه النهارده، فوز مهم جدا على فريق انبي. اكيد كلنا في حاله فرحه بهذا الفوز، اكيد في البدايه فوز على فريق قوي، وبالتالي فاحنا بنبقى خلاص في جدول الدوري في المركز الثاني بعد الثلاث نقاط اللي احرزناها النهارده. هدف اول عن طريق سعد سمير في الدقيقه 28، كره رائعه. يمكن برضو الكره دي كانت انفراد لعبد الله السعيد وتحولت لضربه ركنيه، ولكن الضربه الثابته هذه المره لسعد سمير بيحرز منها الهدف الاول اللي بيفتتح بيها اهداف النادي الاهلي اليوم امام انبي في الدقيقه 28، وركنيه رائعه من وليد سليمان لسعد سمير. ثم الهدف الثاني عن طريق جونيور ارجاي، وهدف رائع من هذا اللاعب اللي كان مميز جدا النهارده. جونيور ارجاي يعني كل كره بيلمسها ليه تاثير كبير جدا في الجزء الامامي مع زمايله طبعا، سواء عبد الله السعيد او وليد سليمان ووليد ازارو. هدف رائع من مكان صعب جدا، يدل على ان هذا اللاعب من اللاعبين المميزين ومن افضل اللاعبين المحترفين اللي جم فريق النادي الاهلي على مدار السنوات السابقه. اكيد يمكن في بعض الامور والاخطاء الخاصه بالدفاع استغلها فريق الانبي، ويمكن الهدف الاول لفريق انبي جه عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 43، وقرب النتيجة 2-1. أكيد كل التوفيق لفريقنا، ومبروك علينا ومبروك على كل أهلاوية، أداء رائع من فريق النادي الأهلي. زي ما بقول لحضراتكم كان ممكن النتيجة تبقى أكبر من كده، ولكن طبعا دائما في إضاعة الأهداف. إن شاء الله الأهداف الفترة القادمة يبقى ما فيش أي إضاعة لأي هدف، هتلاقي النتائج مع الأداء المميز لفريق النادي الأهلي النهاردة أعتقد هتبقى أكبر وأكبر.